بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وقراء وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 70 من الكتاب 16، كتاب الحج، باب جدر الكعبة وبابها. جدر الكعبة، جدر الكعبة اللي هو الحطيم، اللي هو الحجر، اللي هو حجر إسماعيل، كلها بمعاني واحدة. يقول لك جدر الكعبة يبقى هو الحطيم، والحطيم هو الحجر، والحجر اللي هو بنقول عليه احنا دلوقتي حجر إسماعيل. وليه بنقول عليه حجر إسماعيل؟ لأن سيدنا إسماعيل دفن أمه هاجر فيه، وأوصى أبناه أن يدفنوه بجوارها فدفن فيه. فهم؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 13 بعد 303,000، قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث ابن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجدر، هكذا بفتح الدال، بفتح الجيم وتسكين الدال، الجدري بفتح الجيم وتسكين الدال، اوعى تقراها الجدر. سمعت مرة واحد بيقولها الجدر، خطأ، ها الجدري. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدري أمن البيت، يعني هل هو من حيز البيت، يعني أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت: فلما لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة، يعني النفقة الحلال يعني. قلت: فما شأن بابه مرتفعا، باب الكعبة يعني؟ طب عملوا لك باب الكعبة ليه مرتفع؟ أي باب بتلاقي عتبته على الأرض إلا الكعبة، حاطين عتبتها فوق كده، طب ليه؟ حاجة غريبة يعني. فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، تحكم عشان يبقى متحكمين، احتكار للبيت. ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الثانية: ويجعل له باب كمان شرقي علشان، ويتركه مفتوح من غير ايه باب، يعني من غير ايه ضرفة، بحيث انه ايه يستطيع ان الناس تدخل وتطلع صلى الله عليه وسلم. لما كان الحجر من البيت، فما حكم من طاف في الكعبة ودخل في الحجر؟ ذهب الجمهور إلى بطلان طوافه. الجمهور اللي هم مين؟ اللي هم المالكية والشافعية والحنابلة. إذا طاف فدخل في الحجر ليقصر الطواف وتم طوافه على هذه الهيئة، طوافه خطأ باطل، عليه أن يعيد الطواف من خارج الحجر. الحجر سيدي مفتوح من الطرفين؟ في باب، كان زمان في باب كده وباب كده، دلوقتي حديثا بقالهم سنتين قفلوا الباب وفتحوا باب واحد عشان ما حدش يمشي، واضح؟ كان لكن كان زمان ما كانش في باب، كانوا عاملين باب مفتوح صغير كده، وبعدين بعد كده السور الرخامي القصير، وكان في باب كده وتلف الناحية التانية تلاقي باب آخر. فكان في بعض جهلة الحجاج أو المعتمرين يجي يروح داخل كده يقتصر،
طب إن فعل ذلك ما حكم طوافه؟ طواف باطل على عند الجمهور. طب والأحناف؟ الأحناف ذهبوا إلى أنه إن فعله وكان ما زال في مكة عليه أن يعيده، فإن ترك مكة وعاد إلى بلده وجب في حقه دم ليجبر النقصان وصح حجه. احفظ مذهب الأحناف ده علشان هيجبر كسر ناس كتير. يبقى الأحناف عندهم ايه؟ زي الجمهور، ان الطواف يبقى خارج الحجر. الجمهور قالوا لو داخل الحجر باطل، الأحناف قالوا لا، نقول له أعد إن كان ما زال في مكة. طب ترك مكة وذهب إلى بلده، نقول له عليك دم، أجبر بدم حتى يصح طوافك وحجك ونسكك. فهمت المسألة؟ إن طاف داخل الحجر ولكن في الدائرة الواسعة، يعني بعيد عن الكعبة، دخل الحجر كده ومشي، هل يصح طوافه؟ وجهان عند الشافعية، الأصح أنه لا يصح، ومقابل الأصح أنه يصح. لماذا؟ لأن في روايات أن أربع في حوالي 15 ذراعا أو 16 ذراعا، وفي روايات 14 ذراعا، وبالتالي لو التصق بالجدار يبقى بعد، يبقى خارج. وده إيه اللي يوجه الوجه الضعيف المقابل يعني للصحيح، انه يصح طواف، ولكن الاولى ان يطوف خارج الحجر. طب طلع فوق السور بتاع الحجر وكمل الطواف، بتحصل ساعات يبقى معاك ابنك، ابنك عنده مثلا 8 9 سنين وشايل، وبعدين جيت لحد السور تعبت شويه فتخليه يمشي على السور الحته دي، تكون انت استريحت شويه، هو وابنك بيحج معاك. طب طوافه اللي على السور ده تحسب ولا لا؟ صح، يصح، لان السور خارج المساحه. السور ايه؟ سمك السور خارج المساحه. فهمت بقى المساله؟ والله تعالى اعلى واعلى. واللي بيحط ايده كده على السور كده ويمشي، في وجهان، في بعض الناس قال لك السور من المساحه، وفي ناس قالوا ان السور خارج المساحه. فعلى القول ان هو داخل المساحه وحط ايده كده وقعد يمسح كده وهو ماشي، يبقى في جزء من جسمه داخل الكعبه، يبقى طوافه فيه انه، مش انه بس، ده انه واخواتها يعني، فيه شك يعني. ها، فالاولى الانسان اما يجي يطوف ما يحطش ايده كمان على الكعبه. ليه؟ لان جدار الكعبه من داخل تجويف الكعبه، لان في حاجه اسمها الشذروان اللي هو الجزء الرخامي اللي نازل ايه بمسافه كده على الارض، ده اسمه الشذروان. حد الشذروان ده هو ده حد الكعبه، جدار الكعبه من داخل الشذروان. فلو مديت ايدك على جدار الكعبه عشان تلمس ستر الكعبه ومشيت شويه، يبقى انت في جزء من يدك داخل هواء الكعبه، يبقى توافق فيه اشكال. فهمت؟ فان اردت ان تلمس الكعبه عليك ان تلمسها وانت ساكن يعني واقف، ثم تضم يدك ثم تساول السلم. فهمت المسألة؟ كل دي نقاط مهمة لابد تعرفها وانت ايه بالطول. وعن ابي قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى قال حدثنا شيبان عن اشعث ابن ابي الشعثاء عن الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله عنها قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر. الحجر هو نفسه الجدر، نفس المعنى. وساق الحديث بمعنى حديث ابي الاحوص وقال فيه فقلت فما شان بابه مرتفعا، مش باب الحجر بقى، باب الكعبه يعني، فما شأن بابه مرتفعا لا يصعد إليه إلا بسلم، وقال مخافة أن تنفر قلوبهم، هناك أن تنكر قلوبهم، فأخاف أن تنكر قلوبهم. وهنا قال إيه في الرواية الثانية أن تنفر إيه قلوبهم. باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما
أو للموت، هي حقها وهرم، ما فيش بكسر الهاء، وده برضو من الخطأ. حقك إيه؟ تصلح، يعني مكتوبة في طبعة المكنس بكسر الهاء، هي وهرم، ما فيش حاجة بكسر الهاء فيه. يعني لما تروح للقاموس كلها هرم بفتح الهاء، فيش وجه كسر. بالنسبة لتغيير الباب هرم يعني كبر سنه. بالنسبة لتغيير الباب والعلماء اللي الخلفاء الذين يعني أصلحوا في البيت، هل كان يجوز لأحد منهم أن ينزل؟ ما احنا قلنا، أنت حضرت بالأمس؟ لا أمس كنت. لو كنت حضرت بالأمس وكنت علمت ذلك، أن الإمام مالك ابن أنس أفتى لهارون الرشيد ألا يهدم الكعبة ويبنيها على كما أراد النبي. ليه؟ لأنها هدمها الحجاج بعدما بناها ابن الزبير على مراد النبي، فهدمها الحجاج ابن يوسف وأعادها على بناء إيه؟ الأول، على البناء الأول بأمر من مين؟ من عبد الملك ابن مروان. وبعد كده لما ظهر لسيدنا هارون الرشيد، وكان خليفة وكان عالم وراجل عابد وصالح، هارون الرشيد ظهر له حديث النبي، فاستشار الإمام مالك أنه هو إيه يعني يهدمه ويبني على ما بنى ابن الزبير. فالإمام مالك قال: والله أنصحك يا أمير المؤمنين ألا تجعل الكعبة ألعوبة الحكام، كل حاكم يأتي يهدم ويبني ويهدم ويبني، فتزول هيبة البيت من نفوس الناس، أستحلفك بالله أن تتركه على ما هو عليه. فتركه على ما هو عليه، وإلى يومنا هذا الكعبة اللي قدامنا اللي احنا بنطوب بيها دي، هي دي بناء الحجاج بن يوسف، وكل التعديلات اللي بتتم حولها وليست فيها. واضح؟ سؤال يا سيدي، هل كان يجوز للخلفاء تنزيل الباب إلى الأرض؟ هل كان يجوز له؟ ما هو يجوز، ممكن فقيه تاني غير الإمام مالك كان يجيز ذلك، لأن الحديث واضح. لكن الإمام مالك قال ذلك للخليفة العباسي، وبعدين استمر الأمر على ما هو عليه إلى يومنا هذا. واضح؟ لكن ممكن طائفة من العلماء في يوم من الأيام يجوا مثلا يقعدوا دلوقتي ويتفقوا مع الإدارة اللي هي قايمة على الكعبة، ويقولوا ما يلا نهده ونبنيه على قواعد إبراهيم، وندخل الحجر منه ونعمل له بابين وننزل بابه للأرض ونسيبه مفتوح. لو اتفقوا وعملوا كده صح برضه. فهمتني إزاي؟ لأن في عندهم حديث صحيح. واضح الأمر؟ لكن ربنا مراده ان الناس ترك الكعبة على هذه الهيئة حتى يعلموا ان الدنيا مبناها النقص، فيبقى فيها عظة. مش فيه ايات بينات؟ من ضمن الايات دي انك انت ترك الكعبة مبنية على غير قواعدها، لان الدنيا على غير مراد الله، فتأنف من الدنيا وتعرف ان الدنيا ليست دار قرار، تقوم تتعلم من هذا المعنى. لكن ربنا كان ممكن يوطئ قلوب الناس ويخليهم تبنيه زي ما النبي كان عايز. مش كان ممكن؟ ما قلوب العباد بين اصبعين من اصابع. كان ممكن يحول قلب الامام مالك ويخليه يقول لهارون الرشيد يلا هد وابنيه وانا ساعدك ويحصل لنا البركه ويلا. لكن لا، ربنا صرف الناس كلها حتى يظل على هذه الهيئة. يبقى ده مراد الله. واضح؟ لأن الأمة لا تجمع على ضلالة، فأجمعت الأمة بعد ذلك على فتوى الإمام مالك، فالأمة لا تجمع على ضلالة، هذه المسألة. لكن ممكن بتغيير الزمان يتغير الإجماع؟ ممكن يتغير الإجماع لوجود دليل تاني، ما يدرش. فهمت بقى المسألة؟ باب الحج عن العاجز، اللي عجز يعني عنده شلل، لا يستطيع الحركة أو لا يستطيع أن هو يعني يجد من يعينه ويحمله، لزمانة يعني لمرض مزمن، وهرم يعني شيخوخة كبر سن، اللي يسموه إيه؟ المعضوب. الفقهاء يجمعوها يقولك المعضوب. المعضوب اللي هو إيه؟ العاجز لزمانة أو هرم، يسموه المعضوب، عين ضاد واو باء، اما تقراها تفهم على طول في كتب الفقه. ونحوهما او للموت، يبقى يجوز انك انت تحج عن انسان عاجز في حال حياته، او لانسان وجب عليه الحج واستطاع ومات ولم يحج، فيبقى تحج عنه بعد وفاته.
وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. يعني هم عينهم لبعض، هي امرأة جميلة من خثعم وكانت محرمة، والمحرمة ببين وجهها. سيدنا الفضل كان وجيه جدا معروف، يعني كان يقول لك كالقمر، وكان شاب ابن عم النبي، وكان معروف ان ايه أسرة النبي كلهم جمال، وسيدنا الفضل راكب خلف النبي. فهي بتسأل النبي وعينها على الفضل، والفضل بيبص لها، واخد بالك؟ ده اللي حاصل يعني. فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب ما النبي أجمل من الفضل، النبي ما كانش حد يقدر يملى عينه منه من هيبته، فانصرفت عينها لواحد ما فيهوش الهيبة اللي مغطياه، الجمال واضح جدا، فحاجة سهلة، فبصت له حاجة سهلة، إنما النبي فيه هيبة ووقار وجلال ما تقدرش تبص له، هو أجمل ده كل جمال انبثق منه صلى الله عليه وسلم. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فسيدنا رسول الله يجاوبها ويحود وجه الفضل الناحية صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ أهو عاجز لزمانه. قال نعم، وذلك في حجة الوداع. فاستدل العلماء على جواز الحج عن إيه؟ عن غير المستطيع بالبدن، عن غير المستطيع بالبدن. فاستفاد منها الشافعية والأحناف والحنابلة على أنه يكون بالنسبة له حج فريضة، وذهب المالكية إلى أنه حج نافلة، لأنه أصلا لم يبلغ الاستطاعة، لأن الاستطاعة عندهم بالبدن، فهو لم يبلغ الاستطاعة، حتى لو ما حجتش عنه لا يسأل عن الحج. طب ولو حجت عنه وهو غير مستطيع يبقى حج نافلة. فهمت فهم المالكية؟ يبقى ينصرف إليه حج نافلة، مع أنه ما حجش قبل كده. قال لك ما هو حج نافلة، لأن لماذا؟ لأنه لا يجب عليه الحج، لأنه لم يبلغ الاستطاعة. متى يجب الحج؟ إذا استطاع. طب ده غير مستطيع وحد حج عنه، يبقى الحج ده ينصرف إليه تطوع، حج نافلة. فهمت المسألة؟ ده رأي مين؟ رأي المالكية. طب والجمهور؟ قالوا لا، طالما لم يحج قبل ذلك يبقى حج فريضة، ينصرف إليه حج فريضة، لأن غير المستطيع إن وصل هناك باستطاعة غيره فحج، ولم يسبق له حج كتب له حج إيه؟ فريضة. واضح؟ وبالتالي الجمهور عندهم إن ده حج فريضة، وعند المالكية قالوا إيه؟ حج نافلة. وبالتالي عند المالكية لا يجوز الإنابة في حج الفريضة، يعني معناه إذا استطاع بالبدن ما ينفعش يبعد غيره يحجله، لأن عند المالكية الاستطاعة إيه؟ بالبدن. وعند الشافعية الاستطاعة بإيه؟ أمن الطريق. فصصوا الاستطاعة، قالوا أمن الطريق أول حاجة، دي من ضمن الاستطاعة، لازم الطريق بقى آمن، والنفقة وسلامة البدن. فهمت إزاي؟ ده رأي الشافعية. المالكية قالوا لا، إذا كان بدنه يتحمل ووجب الحج إن شاء الله يذهب ماشيا، مش شرط يبقى معاه أجرة النفقة، يذهب ماشيا. وعشان كده، لأن المذهب المالكي كان منتشرا في المغرب العربي والأندلس، كان كثير من الحجاج يأتوا من الأندلس ماشيا، شباب وجب عليهم الحج في مذهبهم، ويمشوا، وكل ما ينزل بلد يشتغل شوية يجمع بعض المال وبعدين ينفقه لحد ما يوصل البلد اللي بعدها، ويشتغل شويه بعض المال ويكمل لحد ما يحج ويرجع تاني، يعدي على مصر رايح ويعدي على مصر راجع، تعجبه الحياه في مصر فيعيش في مصر.
كتير جدا عاشوا في مصر عشان كده، لانه كانوا يمروا في طريق الحج. واصل مصر ايه جميله، اللي يجيها يحبها. ليه بقى؟ لان فيها ايه، نهر النيل، نهر نابع من الجنه، يقوم يجي لك حنين كده انك تقعد فيه. فهمت ازاي؟ هذه بالنسبه للقدره على الحج، ما تضعه الدول من شروط لتنظيم الحج. يبقى دي من ضمن برضو ايه، انك انت اذا بلغت الاستطاعه في الفقه ثم طلبت التاشيره فلم تاتيك يبقى لا اسم عليك. فافرض مثلا اتاخرت الفيزا السنه دي، قدمت في القرعه ما طلعتش في القرعه، قدمت اللي بعدها ما طلعتش في القرعه، واللي بعدها ما طلعتش في القرعه، ومات ما حجش، يبقى لا ياتي. ليه؟ لانه اخذ بالايه؟ باستطاعته، لانه لم ايه؟ لم يحدث له الامن الطريق، لان الفيزا دي معناها امن الطريق، لانك لو رحت بغير فيزا يمنعوك. يبقى الفيزا دي هي عباره عن ايه؟ امن الطريق. ان انا طالما ورقي مظبوط هدخل المطار يعدوني ادخل اروح حج، لكن لو ورقي مش مظبوط السلطات تمنعني. فهمت ازاي؟ يبقى احصر. يبقى امن الطريق في زماننا ده بنعبر عنه ايه؟ بتأشيرة الحج. هل يجب عليه التأشيرة عامل ممن يذهب مع العمال؟ لا، ده اسمه لوع. هل بقى يجب ان هو يتلوع وبتاع ويعمل نفسه ان هو عامل وهو مش رايح يعمل، ويغير وظيفته في الباسبور ومش عارف ايه عشان؟ لا لا يجب. طب فان فعل وحج صح حجه وكتب له فريضة، ولكن لا ننصحه ان يفعل ذلك، لان فيه نوع كذب وخديعة، والمؤمن مش مخادع، والمؤمنون على شروطهم. صح؟ في ناس تبقى عامل باسبور كاتب فيه جزار وهو اصلا محاسب. ليه؟ علشان يعرف يجيب تاشيره عمل ويروح يحج في كل حج. انا رايي ان هذا خطا. طب وحجه صحيح، الحج صحيح، لكن خطا في اسلوب الوصول واضح؟ لانه اولا جزف بنفسه، ثم علشان يطلع باسبور مكتوب عليه جزار وهو محاسب لازم يدفع رشاوي ويغير الوظيفة ويعمل أوراق مزورة وشغلانة، والشرع ما يحبش كده. المسلم تلاقيه ايه؟ صريح مريح. ده المسلم كده، ليس ملاوع ولا مراوغ. المراوغة والملاوعة دي مش طبع المسلمين. المسلمين المحترمين ما يعرفوش يلوعوا ويروغ. واضح؟ في هذا الحديث السابق ان المرأة سألت النبي في حضرة رجل اجنبي اللي هو سيدنا الفضل، فيبقى يجوز ان ترفع المرأة صوتها للاستفتاء في حضرة الاجانب. واضح؟ لان المرأة الخثعمية سألت النبي بصوت مسموع سمعه الفضل ومن حول النبي في وجود الناس، يبقى يجوز للمرأة ان تستفتي في حضرة الاجانب وترفع صوتها، لا شيء فيه، خلافا للوهابي. لا، ما هي في الحج احرام المرأة في وجهها وكفيها. لا، هي في موسم الحج. ايوه، ما هي بتسأل عشان تحج اللي بعدها عن ابيها. لا لا، ده كان هي بتسأله اثناء الحج، هي كانت محرمة وكانت مبينة وجهها بسبب الاحرام وبتسأل هل ممكن تحج لابوها بعد كده يعني ولا لا، على اساس انها تيجي تحج بعد كده. واخد بالك؟ فهي كانت محرمة مبينة وجهها بسبب الاحرام. وذلك في حجة الوداع. يعني نفس السؤال كان ايه اثناء حجة الوداع. واصل سيدنا رسول الله لما اردف الفضل بن العباس كان في منى. فهمت؟ لما كان سيدنا الفضل بن العباس رديف النبي كان في منى، يعني كان في اثناء المنسك. وعن ابي قال حدثني علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب قال حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل رضي الله عنه أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج عنه. سيدنا الفضل بن العباس ابنه مدفون عندنا في مصر، محمد بن الفضل بن العباس مدفون عندنا في مصر الحمد لله. فين؟ في مدينة الشهداء، الشهداء في المنوفية.
والمصريين يسموه ايه؟ سيدي شبل، لان الفضل اسد، ابنه يبقى ايه؟ شبل، فسموه شبل عشان فهم؟ كان الفضل في الحروب اسد، فابنه ابن الاسد ايه؟ شبل، فسموه المصريين سيدي شبل، اللي هو سيدنا محمد بن الفضل بن العباس. هو موجود هناك في قرية الشهداء في ايه؟ في مصر، والحمد لله في قرية سميت شهداء ليه؟ لان مات فيها مجموعة كبيرة من الصحابة، من بينهم سيدي شبل هذا، في فتح مصر استشهدوا فيها، فسموها قرية الشهداء. وإلى الآن هناك حجارة وصخور محتفظين بها عليها دم الصحابة إلى يومنا هذا هناك في هذه القرية. فإيه اللي يحب فيكم يبقى يزور قرية الشهداء ويزور سيدي شبل؟ لا شيء فيها، ولا تتبع مذهب الوهابية فعدم زيارة الموتى، بل النبي مذهبه أن يزور موتى المسلمين صلى الله عليه وسلم. باب صحة حج الصبي وأجر من حج عنه. هل يجوز أن الصبي وهو غير مكلف وإن كان غير مميز أيضا أن يحرم ويعمل المناسك مع والده أو والدته فيحسب له حجة أو لا يجوز؟ مذهبان. الجمهور ذهبوا إلى أنه تكتب له حجة نافلة، تكتب له إيه؟ حجة نافلة، وأنه يصح حجه ولكن يكون نافلة، وعليه إذا بلغ الحلم أو إذا بلغت الحيض أن تحج مرة أخرى حجة الإسلام. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يصح حجه، لا يصح حج الصبي. طب وما فعله الصحابة وإيه والرسول صلى الله عليه وسلم لما رفعت امرأة إيه طفلها الصغير، قال لي هذا حج يا رسول الله؟ قال لها نعم ولك أجر. الإمام أبو حنيفة قال هذا الحديث على سبيل تدريبه للعبادة كأمره بالصلاة عند 6 سنين، هذا على سبيل التدريب وليس على سبيل أنها تصح منه عبادة. فهمت الكلام الإمام أبو حنيفة؟ لكن ذهب الشافعية أن النبي قال نعم يعني يصح حجه، ولك أجر يعني ثواب لأنك تعينيه، لأن الدل على الخير كفاعل. فهمت بقى المسألة؟ يبقى إيه، هل يصح حج الصبي؟ مذهبان. الأحناف لا يصح، وما فعله الصحابة بأبنائهم الصغار كان على سبيل التدريب حتى إذا كبروا يكونوا إيه مارسوا الحج فعرفوه. فإيه وذهب الجمهور مقابل الأحناف المالكية والشافعية والحنابلة، وأرى أنه هو الرأي الراجح والله أعلم، لأن فضل الله واسع، أنه يصح عنه حجه ويكتب له حج نافلة وعمرة نافلة، والله تعالى أعلى وأعلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ويبقى الإحرام يكون على وليه، يعني وليه ينوي بالنيابة عنه الإحرام ويلبسه البشكير اللي هو لبس الإحرام ويلبي عنه ويحمله معه في الطواف ويأخذه حملا معه في السعي ويكتب له إيه الحج. ويبقى إيه المحظورات على الولي مش على الصبي، يعني معناه ان الولي اذا رآه بيشد شعره يقول له لا ما فيش تعملش كده تاني. فهمت؟ لكن لو هو قاعد لوحده الطفل وراح شادد شعره لا شيء عليه لانه غير مكلف. فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ويبقى حج نافلة هنا.
وعن أبي قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وعن أبي قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس بمثله. باب فرض الحج مرة في العمر، يعني فرض الحج إذا فعله الإنسان مرة في عمره سقط عنه الفريضة، وكل مرة بعد ذلك تكون له نافلة. وهل يجوز يتعدد الفرض؟ يجوز إذا نذر الحج، إذا نذره تعدد الفرض بتعدد النذر. واضح؟ وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا الحديث حديث عظيم من الحديث اللي فيها قواعد كثيرة في الفقه الإسلامي وفي الأدب وفي الأصول. هل الأمر يقتضي التكرار ولا يثبت منه المرة الواحدة دون التكرار؟ يعني لما النبي إن الله قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا أمره، هذا الأمر يقتضي التكرار، يعني حجوا كلما استطعتم كرروا، ولا حجوا يعني مرة في العمر؟ هل الأمر يقتضي التكرار ولا لا يقتضي التكرار؟ ثلاث مذاهب عند علماء الأصول. مذهب يقول أنه لا يقتضي التكرار، بدليل أن النبي لما قال ذلك قال إيه؟ قال لو قلت نعم لوجب، يعني معناه أنه لا يقتضي التكرار قبل أن يقول نعم. فهمت ده إزاي؟ ده المذهب الأول. طب والمذهب الثاني؟ قال يقتضي التكرار بدليل سؤال السائل. السؤال ده كان عربي فصيح، النبي يقول حجه، فالثاني بيقول أفي كل عام يا رسول الله؟ ففهم من الأمر التكرار فسأل ليزيل هذا الأمر. ففي المذهب الثاني قال يقتضي التكرار إلا أن تأتي قرينة تصرفه عن التكرار بقول النبي لو قلت نعم لوجب وما استطعتم، فرفع المشقة كانت هي السبب القرينة الدافعة عن التكرار. واضح؟ ده المذهب الثاني. طب المذهب الثالث التوقف، هل يقتضي التكرار أو المرة؟ ننظر للقرائن ونرجح على حسب كل قرينة. فهمت؟ ده في علم الأصول لما يقعدوا يتكلموا في مقتضيات الأمر. النبي هنا قال لو قلت نعم لوجب، دل على أن النبي له التصريف في التشريع، أن التشريع كان على لسان النبي يشرع مباشرة، فما ينطق عن الهوى يقول مراد الله في الحال. ولذلك خص النبي بعض أمته بالأحكام وخصهم دون سائر الأمة، وأمثلة كثيرة منها تخصيص سيدنا علي بن أبي طالب أن ينام في المسجد وهو جنب دون سائر الأمة، وتخصيص سيدنا عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام أن يلبسوا قميص الحرير دون سائر الأمة، وخصص معاذ بن جبل أن يأخذ الهدية مقابل الوظيفة وهي رشوة لغير معاذ بن جبل وهي حلال لمعاذ دون سائر الأمة. وبالتالي النبي يخص من شاء بالأحكام، يبقى له التصريف في التشريع. اللي بيسمى الفقهاء حادثة حال يقولك لا تتكرر، زي سالم مولى حذيفة خصه بأنه إذا رضع وهو كبير ثبتت الحرمة برضاع الكبير، وهكذا. يبقى في أدلة كثيرة أن النبي، والنبي يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فلم يأمرهم، واختار رفع المشق.
كل ده يدل على ان النبي له التصريف في التشريع صلى الله عليه واله وسلم. وعشان كده بيقول لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. طب اللي منع النبي يقول نعم ايه؟ رفع الحرج عن الأم. ثم قال ذروني ما تركتكم. ده الأدب بقى مع الأنبياء، ألا تكثر الأسئلة حتى لا تكثر التكاليف الشرعية على الأمة، لأنك إذا تعاملت مع النبي وأكثرت السؤال كثرت الأوامر والتكاليف، فإذا كثرت الأوامر والتكاليف كثر احتمال التقصير من الأمة. فهم؟ والنبي لا يريد أن يكلف الأمة تكاليف كثيرة، ولذا لما عرض عليه أن يظل مدة الدنيا مع الناس أو يلقى الرفيق الأعلى اختار الرفيق الأعلى حتى تقف الأوامر والتكاليف على الأمة فلا تزيد. لأن تتصور لو النبي لسه عايش وبقاله 1400 سنة لسه عايش، هيظل النبي عايش وبيدي أوامر، ففي الآخر التكاليف تزيد على الأمة حتى أنها لا تستوعبها، فيبقى في حرج شديد. فاختار النبي الرفيق الأعلى حتى لا يزيد التكاليف على الأمة رحمة بالأمة صلى الله عليه وآله وسلم. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب كثرة السؤال حتى لا تضيق الأمور على الناس. فبيقول ذروني ما تركتكم، يعني إذا سكت عن حاجة ما تسألوش فيها، لأن سكوتي دليل على جواز الترك. فهمت؟ ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. لأن كلفوا أنفسهم أمور كثيرة زادت عليهم التكاليف فعصوا الأمر فهلكوا. واختلافهم على أنبيائهم، كل من النبي يقول لهم أمر اذبحوا بكرة يقولوا طب وصفها لنا، يقول لهم بكر لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا، يقولون طب قول لنا لونها، كل شويه يسالوا سؤال ورا سؤال ورا سؤال لحد ما ايه ما اشتروا البقره المعينه دي بوزنها ذهب، في حين الاول لو مشوا على الامر الاول اذبحوا بقره وجابوا اي بقره من اي سن من اي نوع باي ثمن كانوا ذبحوها والتزموا الامر. لكن شوف لما ضيقوا واكثروا السؤال صعبت عليهم الامور. وعلشان كده بيقول ايه واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. قاعده هامه في الفقه اللي هو جعلها الامام الشافعي خمس قواعد مذهبي، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. قال الميسور لا يسقط بالمعسور. الامام الشافعي عملها قاعده في المذهب، الميسور لا يسقط بالمعسور، اللي هي جابها الامام الشافعي منين القاعده الكبيره دي؟ جابها من قول النبي اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. وفيها فروع في كثير ابواب الفقه بقى لا تنتهي. يعني معناه اذا عجزت عن القيام في الصلاه فصلي قاعدا ولكن اركع واسجد، لانك انت عجزت عن القيام ولم تعجز عن الركوع والسجود. واضح؟ لاتوا منه ما استطعتم. إذا عجزت عن قراءة الفاتحة كاملة وحفظت منها ثلاث آيات فاقرأ الثلاث آيات ثم أكمل باقي الآيات تسبيح وتهليل ودعاء فأتوا منه ما استطعتم. إذا كان عندك قليل من الماء لا يكفي كل أعضاء الوضوء فاستعمل الماء حتى ينتهي، فإذا انتهى تتيمم ولا تتيمم لوجود قلة من الماء لا تكفي، بل عليك أن تأتي ما استطعت. تغسل بعض الأعضاء فإذا بقيت بعض الأعضاء تتيمم عنه فأتوا منه ما استطعتم. فهمت بقى المسألة؟ فتجدها في إيه؟ في أبواب الفقه كثيرة. إذا قطع منه عضو من أعضاء الوضوء يبقى يتوضأ في باقي الأعضاء فأتوا منه ما استطعتم، لا يسقط عنه. يعني واحد اتقطع ذراعه والذراع من أعضاء الوضوء ما نقولش يسقط كل الوضوء، لا يسقط الوضوء عن الذراع المقطوع لذهاب المحل وقت ما استطعتم يبقى تغسل بقية وهكذا. يبقى تجد ان الامام الشافعي مشي على هذه القاعدة وخرج منها فروع فقهية كثيرة جدا، اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وترجمها الامام الشافعي بقوله الميسور يعني المتيسر لا يسقط بالمعسور يعني بالمتعسر. قال الميسور لا يسقط بالمعسور. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وده أدب بقى في إيه؟
في النهي، كل ما نهى عنه النبي نتجنبه، لأن التجنب سهل، التجنب سلب، إنما الفعل الأمر فعل، والفعل يقتضي جهد، فالنبي جاء في الفعل والجهد، قال ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب وفي النهي؟ ما النهي سهل، لأن النهي ألا تفعل، وعدم الفعل سهل، ففي النهي يبقى إيه؟ انتهوا مطلقا، مش انتهوا من بعض ولا تنتهوا من بعض، لا، في النهي تجتنب النهي مطلقا. طب وفي الأمر؟ ائتوا منه ما استطعت. وده دليل قول الله عز وجل موافق للآية، فاتقوا الله ما استطعتم، كأن الحديث ده تفسير للآية. ربنا بيقول في الآية إيه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. وفي آية تانية، واتقوا الله حق تقاته، فقالوا حق تقاته هي ما استطعتم. فقراءة فآية اتقوا الله ما استطعتم تفسير لآية اتقوا الله حق تقاته، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وفي قول مرجوح قالوا أن اتقوا الله ما استطعتم نسخت اتقوا الله حق تقاته، ولكن القول بالنسخ لا يلجأ إليه إلا عند استحالة الجمع، وقد تم الجمع بطريقة سليمة، وبالتالي يبقى القول بالنسخ قول ضعيف، وأن اتقوا الله حق تقاته معناها اتقوا الله ما استطعتم معناه ائتوا منه ما استطعتم. فهمت بقى المسألة؟ ونقف على باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم بلغنا رمضان، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.